والآن وصلنا إلى الثنية في جنوب وادي نخلة اليمانية. وقفنا على الثنية والثنية وثنيات الوداع. الثنية هي الريع، قال تعالى: تبنون بكل ريع آية تعبثون. يوم آخر عاد فيه عيد اليحيى إلى حنين ملاحقاً فلول المنهزمين ليقف في الثنية، ومعه الشيخ الدهاسي الذي ارتاح البارحة ليكمل روايته اليوم. الآن جيش المشركين منهزم، آتي من حنين باتجاه الطائف في هذه الثنية. وقف القائد العام لجيش هوازن الفارس مالك بن عوف النصري، وقف على خيل يراقب الناس، يراقب قومه طبعا المنهزمين، يراقب فلول قومه المنهزمين الراجعين من حنين. وقف هنا هو وعشرة فوارس، صح؟ اي صح. احنا يهمنا يا شيخ ايه اننا وقفنا هنا بنشوف وش صار. ويصحيح. فقال: ابصروا ماذا طبعا ماذا ترون؟ المسلمين جايين منا يلاحقون فلول المنهزمين. نعم، من هالمنهزمين. قال: الان وانت واقف هنا وش تشوف؟ كم كيلو تشوف؟ اشوف تقريبا 7 كيلو. وقبل الان الحد هذاك اللي عليه الكتام هذاك، ايه هذاك يمكن 7.5 كيلو 6.5، 7 كيلو. نعم. وكان هاك الحين لا فيه مزارع ولا فيه شجر، انا لحقت الوادي ما فيه ولا شجره. نعم. من جرف السيل. نعم. لكن جاء الغبار وعدم السيول واستمدرت الارض وزرعته وحفروا البيار الطوال والارتوازيات وطلعوا المبى موجب القوة التاريخية. نصف الوضع، انا بوصف الوضع. نعم. وحدسي انا وياك، انا واقف. نعم. كذا قال مالك وواقف على حصانه كذا مدجج بالسلاح يراقب الناس قومه والمنهزمين. كل شوي تجي جماعه. تعرفون الانهزام، الانهزام مو هو تكتيكي، يجي جماعه من قومه ويجي جماعه من المسلمين، هي انهزام، الناس مختلطه مع بعضها، هذه هي الحرب دائما. صح. فقال: صح. ماذا ترون؟ قالوا: نرى كتيبة فرسان رماحهم بين أذان خيلهم. خيلهم. قال: هذولا سليم، مالي ومالي سليم. مروا من هنا، مروا. ما عليكم منهم. إيه ما عليكم، مروا من هنا رايحين للطائف، رايحين لأوطاس والطائف، يلحقون مروا منا ولا تجرؤوا يهجمون على هذا الفارس، ها؟ اللي واقفين على هذا المرتفع، ها؟ هو وعشرة من الفرسان، لأنهم هذول يلحقون المنهزمين وهذا فارس معه خيل يقدر يهرب، بس هو يراقب كذا واقف يراقب. فقال: انظروا ماذا ترون. قالوا: أقبلوا فرسان رماحهم غفل، هم غفل يعني ما عليهم علامات ولا شيء، ورماحهم على عواتقهم، هذا العادة، راكبين الخيل. يا ليت معي خيل، وش اسوي عاد ما في خيل. تركنا الخيل احنا العربيه الاصيله، بلشنا بالانتاج والانجليزي وسبغة. فقال: هذول الخزرج مالي ومالهم. صح صح. الاوس والخزرج. الاوس والخزرج. فاقبل فارس عادي عاصب ملاءه، الملاءه هي الخرقه من القطن او من الكتان، اللينن بالانجليزي، على رأسه وسيف وطويل باده، الباد هو الفخذ، الفخذ نعم، ورمحه على عاتقه. قال: ذلكم الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الفارس العظيم الزبير
ابن عمة الرسول، ابن صفية، ابن بنت عبد المطلب ابن هاشم. اخذوا حذركم منه، اخذوا حذركم منه، ترى فحلف عاد حلف والمشرك قال هو اللاتي ليخالطنكم. فعلا يوم اقبل الزبير من هنا، يوم شاف الفارس واقف اللي هو مالك وعليها البيضة وعليها الدرع، ها، وعليها الخيل اللي تحفر بيدينا كذا، شفت شلون ترى كذا تحفر الخيل العربية، تحمس تبي تنطلق. ما خاف الزبير، عطف فرسه عليهم وانطلق، وأشرع رمحه، بغيت أطيح، أشرع رمحه يعني لا تعال حط رمح هذا الإشراع يمسك كذا. في أوروبا يحطون الدرع ويضعون حلقة هنا تمسك الرمح، لا الزبير مسكه كذا وانطلق عليهم، انطلق عليهم لوحده، فأزاحهم عن هذه الثنية، أزاحهم عن هذه الثنية. نعم، فنزل، نعم نزل هذا مالك بن عوف عن الفرس حقه وطلع مع جبل ايسوم حتى حول، مع شاف الجبال حتى حول على الطائف، يعني انهزم من الزبير، انهزم ونزل عن الفرس وقطع وادي حفايل اللي ولا وريتك، قطع على جبل ايسوم. بعد أن انتهى من حنين، توجه النبي محمد بجيشه إلى الطائف، ملاحقاً فلول هوازن وثقيف المنكفئة من المعركة. المنهزمون اللاجئون إلى الطائف كان بينهم قائد جيشهم مالك بن عوف، وفي حصار الرسول لهم أيضاً اختلفت الروايات. معنا الأستاذ المؤرخ المعروف مؤرخ الطائف الشيخ والأستاذ حماد السالمي. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا سيدي. حنا جينا نبي نشوف الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أين عسكر، وكيف حاصر الطائف، وكيف رمى بالمنجنيق، وكيف استخدموا الدبابتين. دبابتين، في ناس ما يصدقك اليوم في انهم يعرفون الدبابات الجلدية. نعم نعم، من الجلد، المهم انها هي نفس الفكرة. نعم. مدرعة. نعم. وكيف رجع ولم يفتح الطائف، اشرح لنا اول شيء المسجد ده وشو. اول هذا مسجد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، المسجد الثاني، لان هناك مسجد اول هو في المثنى في الطائف القديمة التي كانت. الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوة عسكر في هذا المكان. نعم. عسكر في هذا المكان وجعل بينه وبين ثقيف وطوفها الشهير وادي وج، يعني حط مسافة 250 متر تقريبا عشان السهام ما تصلوا. نعم. بالمعسكر هذا. نعم. فكان جيش الرسول يغزون ويعودون إلى هذا المقر. إذن عسكر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا. نعم. وكان معه خالد بن الوليد. نعم. بألف مقاتل. صحابة كثيرين قتل منهم أو استشهد منهم 12 صحابيا، ودفنوا في شرق المسجد في مقبرة الشهداء هذه المعروفة الصغيرة، تعرف يحيط الآن بمسجد عبد الله بن عباس أربع مقابر. هذه المقبرة الحديثة الكبيرة، هنا مقبرة قديمة، وهناك أيضا مقبرة أخرى فيها سقط الرسول صلى الله عليه وسلم، دفن ولد له سقط في هذا المكان. سبحان الله. نعم. زوجة أمهات المؤمنين. نعم. أي أمهات المؤمنين؟ لا أحفظ اسمها الآن، لكن دفن هنا. دفن أيضا محمد بن الحنفية. نعم. ابن أبي طالب رضي الله عنه في هذا المكان. في هذا المكان دفن. دفن الشهير المؤرخ الميورقي. دفن كثير من الأعلام في هذه المقابر. سبحان الله. نعم. طيب، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم عسكر هنا، وكانوا يروحون يغدون على سور الطائف. نعم. سور عظيم عجزوا. نعم. عنه. اسمه الطوف. طوف ثقيف. هذا الطوف بناه أو بنا جاء في العصر الجاهلي حضرمي، أصاب دما في قومه في حضرموت، ثم جاء إلى الطائف، لم يكن هناك طوف ولا سور، فلما أجاروه ثقيف أشار عليهم ببناء الطوف، السور، فبناه على أعنابهم ومزارعهم ومساكنهم حتى يحموهم من غزو القبائل في تلك الأيام، فأصبح يعني شهيرا في التاريخ.
الحين يا شيخ حماد خرجنا من معسكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه مسجد ابن عباس وجينا إلى شارع وج وادي وج. كان وادي هنا نعم وما زال مسيل سيل نعم تحت نعم حاطين مواصير نعم نعم. وقدامنا هنا وشو؟ هذا قدامنا مقر الطائف القديم وعليه؟ وهنا كان طوف ثقيف الأول في العصر الجاهلي، هذا مقر الثقفيين في العصر الجاهلي نعم. بساتينهم أعنابهم نعم. خيراتهم حصونهم كانت في داخل هذا المكان في جنوب وادي وج نعم. عندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الدعوة نعم. أتى إلى هذا المكان ودخل إلى 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 الطوف وصار يلتقي زعماء ثقيف ويدعوهم ويكرر الدعوة واستمر على ذلك فترة من الزمن وعندما لم يجد يعني استجابة وخرج من الطوف إلى المثناة وهذه المثناة في الخلف هذه المثناة في الرحلة الثانية رحلة الغزوة وكان يأتون يحاولون اقتحام الطوف ويحاولون يعني الدخول إلى 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 ثقيف من هذا المكان مكثوا 17 ليلة وقيل 19 وقيل 40. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه نصب المنجنيق هنا نعم. المنجنيق يعني الرسول استخدمه هذه معلومة مهمة نعم. صح ولا نعم. لا نعم. كثير الناس يعتقد أن المنجنيق جاء لاحقا نعم. نصب عدد منجنيقين نعم. ويرمي نعم. السور أو الطوف فأحدث فيه شدخة نعم. وكان معهم دبابة هي نعم. تصنع من الجلود نعم. ويدخلون تحتها الصحابة وال... نعم. الـ 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 نعم. جلود الإبل تدبل جلود الإبل تدبل ويحط على شكل قوس على شكل قبة ثم يدخلون تحته ويدفعونها معهم سهامهم ويدفعونها نعم. لكن ثقيف من أعلى السور سكبوا عليهم رموا عليهم السكك الحار السهام المحرقة الحار نعم محماة جمر نعم. تلظى يسقطونها من السور فلما وهي حادة زي الشوك نعم. تسقط على الدبابة فتخ تحرقها وتخترقها وتقتل من فيها نعم. فيسقطون رضي نعم. الله عنهم ولذلك أصيب 14 نعم. من أصحابه ثم وحاولوا مرة أخرى بدبابة ثانية والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا استخدم نفس التكنيك نعم. جاب زي الشوك نعم. سكك أخرى لكنها غير محماة نعم. ورماها لكن ما يعني أنتم حاصر ناس سور ولذلك سأل نعم. وش اسمه ذاك وش اسم الشخص ذا اللي استشاره قال كيف قال انهم كان انهم جحر في ثعلب في جحر نعم ان تركته نعم ان اقمت عليه اخذته وان تركته لم يؤذيك الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بعد 40 يوم قال اننا قافلون غدا نعم فلما رجعوا هنا للمعسكر تلك الليله قعدوا يتحددون يعني تضايق الرسول من الكلام قال طيب يلا بما أنكم ما تريدون تقفلون يلا هيا إلى القتال نعم نعم فجاءوا إلى القتال وبدأوا يرمون السهام لكن ذولاك يرمون من أعلى واللي يرمي صحيح. من أعلى صحيح. يصيب أكثر صحيح. فأصيبوا إصابات بليغة نعم. فلما جاء الليل وش قال لهم قال إننا قافلون غدا نعم فمن فبدأوا ها بدأوا يستعدون للرحيل يعني وضحك الرسول وتبسم وركب الرسول صلى الله عليه وسلم ركب الرسول وقال بعودته يعني على طريق قرن المنازل نخلة اليمنية قال آيبون تايبون لربنا عابدوا إذا غزوة الطائف انتهت ولم يفتح نعم وقال الرسول لم تفتح عنوة لم تفتح عنوة نعم أسلمت يعني عن رضا وعن حق وعن قناعة طيب ماذا يوجد بجانب المعسكر من الجهة هذه سمعت أنه فيها طبعا المحيط بالمسجد هو مجموعه من القبور المقابر نعم. المقابر القديمه مقبره الشهداء من الناحيه الشرقيه وفيها دفن شهداء الغزوه رحمه الله عليهم جميعا دفن ايضا من شمال المسجد دفن طبعا في مسجد عبد الله بن عباس في المكان قبر عبد الله بن عباس موجود الان فيه في المسجد القديم وجد القبر ووجد المسجد فيما بعد لان المسجد لم يبنى الا سنه 592 هجرية يعني بعد فترة طويلة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما دفن سنة 68 هجرية إذا وادي وج يمشي إذا جاء السيل نعم. إذا جاء السيل يمشي نعم. بس إنه الآن من تحت لا طبعا من تحت في قناة في قناة مائية كبيرة قناة تصريف نعم
عبر شوارع الطائف الخلفية سار عيد مع حماد السالمي ذاكرة المدينة ومؤرخها، ممسكا بيده على عادته المعروفة ليتنقلا إلى جنوب وادي وج، حيث التقى النبي زعماء ثقيف، تخللت الطريق وقفات سيلفي. ما شاء الله منور. الله يسلمك. شكرا. نبغى المشاهدين يعيشون هذه المعرفة. تصوروا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه هناك في المعسكر كل صبح يقومون على خيلهم وعلى إبلهم متجهزين بالسهام. وهذاك وشو؟ هذا وادي وج، محاذي لوادي وج، مكان طوف الطائف القديم والسوق. والطائف القديمة جنوب هذا. كانوا يغدون كل صباح على القتال. نعم، ثم يعودون مدة 40 يوم. نعم تقريبا. وشاعر الطائف القديم يقول: إذا بكت حمامة بطني وج على بيضاتها ذكرتني كلابا. فكان لأنه فيه أعناب. أكيد وفيه المزارع والأعناب كلها على وادي وج، وليست شرقا ولا غربا، على وادي وج اللي هو الان وش يقع. هذا مسجد وش يقع الجهه طيب الطائف القديم جنوبا. جنوبا. طيب خلينا نروح الان نشوف المكان اللي ضرب عليه الرسول الحصار، ومكان ساحه القتال، وكيف استشهد من المسلمين 14. نعم. وكيف نزل ابي بكره تدلى، وما هي البكره. نعم. نروح. هي البكره هي بكره ماء صح؟ كان يسقي بها يستقي بها. نعم. لم يتبقى شيء من سور الطائف القديم، لكن هناك سورا يوصف بالحديث مقارنة بعمر القديم ما زالت بقاياه واضحة، وتعد إحدى معالم الطائف التاريخية. هذا برج غلفة. غلفة البقية الباقية من سور الطائف الثاني الذي بني في العهد العثماني سنة 1212 هجرية. هذا هو البقية، والآن يعاد تأهيل المنطقة التاريخية، وسوف إن شاء الله يعاد السور القديم، سور الطائف الذي بني يعني في 1212 هجري. لكنه ليس السور الطائف اللي حاصره الرسول. نعم. السور من هنا. لا، ليس الطوف، هذا السور. عبد العزيز الخويطر الشخصية التي تمتعت بثقة السعوديين لدوره في تاريخ وثقافة المملكة، كان حاضراً في حديث الطائف وتاريخها عبر ما نقله حماد السالمي. يعني لم أعثر ولم أجد حتى صورة لجزء من الطوف، لكن كنت في ذات مرة في زيارة لمعالي الدكتور عبد العزيز الخويطر رحمة الله عليه في مكتبه، وتحدثنا، وكان بالطائف في الصيف، وتحدثنا عن تاريخ الطائف. قال لي أنه عندما كان في جامعة الملك سعود أتى على رأس وفد آثاري. نعم. قال في المزغدية، هذه المزغدية التي هي داخل السور، داخل الطوف أصلاً. قال أجرينا حفريات وجدنا غرف ومنازل تحت. ومن الأمور اللي قالها الرسول أثناء الحصار، قال لأهل الطائف خاصة المماليك منهم والعبيد، قال: من نزل منكم إلينا فهو حر. نعم. فنزل 23 رجلا. صحيح. وحررهم وحط كل واحد منهم مع رجل من الصحابة يعلمه القرآن، يكسوه ويعلمه القرآن. شوفوا شلون ما قتلهم، الرحمة. ما رحم بهم، حتى أن أبي بكرة. نعم. الصحابي الجليل تدلى من سورة الطائف ببكرة، كان يحمل على ظهره بكرة. نعم. يعني صانعها. نعم. لأنه كان يسقي على أهل الحصن. نعم. فربطها وتدلى، فكان الرسول يمازحه عليه الصلاة والسلام، كان يسميه بأبي بكرة. وروى حديث. صحيح. نعم. روى عدة حديث من الرواة. نعم. نعم. تنتهي رحلة الطائف، ولكن خطى العرب على خطى الرسول مستمرة لتتوجه إلى الجعرانة حيث جرى توزيع الغنائم، ولذلك حديث آخر.